هي صرخة ضد الفساد الذي استشرى في العراق منذ عام 2003 وضرب جميع قطاعات الحياة وعلى رأسها القطاع الطبي. أطباء العراق خرجوا بتظاهرة حاشدة أمام مبنى وزارة الصحة في بغداد ضد الفساد وما حمله معه من واقع مزر اجتاح معظم المستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات. خرج اليوم الأطباء من كافة محافظات العراق وذلك للتنديد بالفساد المستشري في مفاصل وزارة الصحة وكذلك الحال السيء الذي يعانون منه الأطباء بالذات. يعني الأطباء لديهم الكثير من المشاكل والمعوقات باعتبار الطبيب هو العصب الرئيسي لوزارة الصحة. مثلا الوزارة لا توفر للطبيب دواء، الطبيب الذي ليس لديه دواء كالجندي الذي في المعركة ليس لديه سلاح يقاتل به. جئنا من كل محافظات العراق من أجل أن نوصل صوتنا إلى وزارة الصحة، ولدينا حقوق خاصة بالأطباء، منها الوثائق المحجوبة بدون أي قانون، ومنها الإعاشة السيئة التي هي باب من أبواب الفساد، ومنها عدم وجود ساعات عمل محددة للطبيب. ممكن أن الطبيب يعمل 48 ساعة مستمرة بدون وجود أي بدل مالي. أطباء العراق سائموا مناشدة الجهات المعنية التي لم تبالي بمطالبهم التي تتعلق بإنقاذ حياة الناس، فاجتمعوا قادمين من كافة المحافظات على كلمة واحدة أمام مبنى وزارة الصحة احتجاجا على ما يعيشونه من مآس وويلات، رافضين كل سياسات الفساد والتلاعب بأرواح الناس، مطالبين بتحسين الواقع الصحي. احنا مثلا كفقاء عندنا خلال تعداد الشهر الماضي 7000 طفل مصاب بالسرطان، لا يوجد اي علاج لمدة شهر كامل لأطفال تتراوح أعمارهم بين السنة والخمس سنوات، أمامك ملقين مرضى إلى حافة الموت بدون أي علاج، والوزارة علم بذلك، رئاسة الوزارة على علم بذلك، ماكو أي تحرك باتجاه هذا الموضوع. هاي وحدة من النقاط. وما زاد الطين بلة، عجز الأطباء عن تلبية متطلبات مرضاهم الإسعافية والعلاجية بسبب نقص الأدوية والمعدات الطبية والنقص الكبير في عدد المستشفيات وصلاحيتها لأداء مهامها، الأمر الذي بات عبئاً كبيراً يواجهون نتائجه بشكل يومي في المؤسسات الطبية التي يعملون فيها. من نقول تحسين الواقع الصحي يعني ماكو تحسين حقيقي. إذا الدواء يتوفر فترة ينقطع وراها ينقطع، المستشفيات يعني كلكم شايفيها المستشفيات تعبانة، البنى التحتية مالتها تعبانة، لا حتى يعني ردهات المريض، ردهات الطوارئ، كل شيء بحاجة إلى تحسين، ماكو شيء يعني ماكو شيء مو بحاجة إلى تحسين. الواقع الصحي السيء في العراق دفع أطباءه اليوم لرفع أصواتهم عالياً للمطالبة ببعض من حقوقهم وحقوق مرضاهم المشروعة، على أمل أن تكسر هذه الأصوات الصمت الحكومية عما آلت إليه أوضاع القطاع الطبي وتحقق بعضاً من المطالب التي طال انتظارها.